السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وبعافية. اليوم سنحاول أن نتطرق إلى موضوع الإيكولاريا، وسنتعرف على ما هو الإيكولاريا، ما هي أسبابه، كيفية علاجه، والعديد من المعلومات بإذن الله. فلنبدأ، لكن قبل كل شيء، قبل أن نبدأ في الموضوع، لا تنسى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، فعل زر الجرس، واضغط لايك، واترك لنا تعليق لنرى إذا كان هذه المواضيع تعجبكم أم لا. الآن الإيكولاريا. الإيكولاريا وهو تكرار لا معنى له للكلمات أو العبارات التي يسمعها شخص ما. كلمة إيكولاريا بحد ذاتها مشتقة من الجذور اليونانية إيكو ولاليا، حيث تعني كلمة إيكو التكرار ولاليا تعني الكلام، ويسمى أيضا صدى الصوت. ويسمى أيضا بصدى الصوت. الإيكولاليا وهو تكرار غير المرغوب فيه لأقوال الآخرين، إنها واحدة من أكثر الظواهر الصدى شيوعا، وهي سلوك غير طوعي وتلقائي وسهل الانتشار. إيكولاليا هو اكتشاف طبيعي أثناء تطور اللغة عند الأطفال الصغار. من أسبابه أسباب الإيكولاليا وهو اضطراب الكلام البارز الموصوف بشكل مميز عند الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. تم وصف هذا الاضطراب لإيكولاريا لأول مرة في عام 1943 من قبل كانر في 11 طفلا مصابا بالتوحد، أي أن هذه الإيكولاريا لم تظهر إلا مع اضطراب طيف التوحد، بحيث أن التوحد ظهر مفهوم التوحد سنة 1943 من قبل كونر في تجربة قام بها على 11 طفلا مصابا بالتوحد. وظهر من أعراض التوحد أنه يوجد اضطراب وهو الإيكولاريا، فظهر بالتزامن مع التوحد. بصرف النظر عن التوحد، تم وصف الإيكولاريا أيضا بالعديد من الاضطرابات. في البداية كان يعرف على أن الإيكولاريا هو فقط مرتبط بالتوحد في عام 1943. بعد ذلك وجد أن الإيكولاريا لا تظهر عند التوحد فقط، بل عند اضطرابات أخرى، ومن بينها فقدان القدرة على الكلام، العمى الخلقي، الزهايمر، التهابات في الدماغ، الإعاقات الذهنية، الحبس، تأخر اللغة، وعديد والعديد من الأمراض التي تظهر فيها الإيكولاريا. انتشار الإيكولاريا غير واضح لأنه عرض غير متجانس يظهر في حالات مرضية مختلفة. كما ذكرنا سابقا، يمكن أن يكون الصدى الصوتي جزءا طبيعيا من تطور اللغة لدى الأطفال الصغار. يظهر ما يقرب من 75% من الأطفال المصابين بالتوحد لديهم عرض الإيكولاريا أو الصدى. لا يفهم حتى الآن السبب الدقيق لمرض الصدى الصوتي. ملاحظة بسيطة، عندما نقول الصدى الصوتي فنحن هنا نتكلم عن الإيكولاريا. لا يفهم السبب الدقيق لمرض الصدى الصوتي تماما. يعد تقليل الكلام وتكراره جزءا من التطور الطبيعي للغة لدى الأطفال. No.
يمكن أيضا تصنيف الأفكار بالجانب الاجتماعي باعتبار الكلام وجهة نظر. صدى الصوت أقل ويصبح صدى الصوت أقل أهمية مع تطور المهارات اللغوية. يمكن الاشتباه والاضطراب إذا استمر تقليد تلقائي للكلام أو عاوز الظهور بعد السن الثالث أي بعد سن ثلاث سنوات. اقترحت مارك جلان رئيس علم العديد من المشاكل التي ستظهر عند وإنشاء علاقات جديدة علاقات اجتماعية، أي أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه طفل التوحد الذي يعاني من هذا العرض. قتل العلم غير قد يكون غير مرغوب من بعض الأشخاص وهكذا ما يشعر به.
كانت مهمة.